جميعا بحلقه جديده من ديل اور نو ديل. نهايات حلقات ديل اور نو ديل كلها بتختلف عن بعضها حسب حظ المشترك اللي بينتقل الى جنبي، لكن بدايات فيها ثوابت. 22 مشترك، 22 علبه مختومه بالشمع الاحمر، 22 مبلغ بين السنت وال 250 الف دولار، ومتصل واحد بيتقاسم معنا الارباح اذا كان عم بيتصل فينا على الرقم الموجود على الشاشه او عم يبعث لنا حرف دي او دال على الاس ام اس. كمان من الثوابت انه مشترك بيغادرنا ومشترك بحل محله، واليوم عندنا مشتركه كثير جميله جايه من سوريا وهي ريما. ريما انا عم بعرف عنك، سميتك ريما لان بس سمعت انه كثير من المشتركين بعثوا لك ماما فاهيتا. فاهيتا وريتا وميرنا ورانيا وما خلوا اسم الا من ريتا فيه. وفاهيتا وليش كل هالاسامي؟ مع انه الاسم سهل يعني ريما. مش عم يحفظوا اسمك؟ ما بعرف يعني فاهيتا من وين اجيت؟ مين طلع باسم فاهيتا؟ دعاء. دعاء، ليش فاهيتا يا دعاء؟ اسمها صعب فاختصرنا فاهيتا. اسمها صعب ريما؟ هي اول شيء ما حفظنا فاختصرنا فاهيتا. ماما فاهيتا. فاهيتا اهين من ريما. اوكي دعاء. ريما انت جاي من سوريا، اهلا وسهلا فيكي بلبنان. بتحب المغامره شيء؟ بتحب المغامره؟ شو اكبر مغامره اخذتيها بحياتك؟ جاي على البروجرام. جاي على البروجرام، كنت بدي اسالك شو نتيجه المغامره كانت بس اكيد بعد ما مبينه. رح تبين بس يجي دورك ريما. ليجي دورك بدك تعطينا اجابه صحيحه على سؤال ببدايه الحلقه، والسؤال كمان من ثوابت بدايات حلقات ديل اور نو ديل، كمان من ثوابت انه السؤال يكون كثير سهل. سؤال الليلة شو بيقول؟ كم تزن كرة القدم؟ الاحتمالات 1 جرام، 450 جرام، 10 كيلو جرام. ابتدى التصويت. أربعمية وخمسين جرام. بتصور إذا اعتبرت السؤال مش سهل أكيد الإجابة بيّنت واضحة وسهلة. 22 إجابة صحيحة. لكن 22 اسم رح نكتشفهم هلأ على الشاشة، والكمبيوتر رح يختار عشوائيا اسم مشترك أو مشتركة. مين رح ينتقل الى جنبي بحلقة الليلة؟ الجواب بعد لحظات. حسين، خلينا نتعرف على حسين من خلال الريبورتاج. حسين يلعب، حسين يتقدم، حسين يناور، حسين يسدد، حسين يسجل. من عمر 9 سنين حسين بيلعب فوتبول، وقبل سنتين ونص حقق حلمه بتسجيل هدف بمرمى محمد الدعاية حارس القرن بقارة آسيا، لكن بعد 10 دقائق على الهدف تعرض حسين لإصابة حرمته من الانتقال لنادي كبير. حسين ابن عائلة سعودية رياضية وعائلة مؤلفة من 7 بنات و4 شباب، عمره 32 سنة، متزوج وعنده ولدين زهراء وعلي. يشتغل حسين محاسب بشركة بتروكيماويات، وسبق واشتغل ببنك. الليلة البنك رح يشتغل بحسين، وإن شاء الله يوصل حسين مع البنك لأفضل ديل. أهلا وسهلا بحسين والعيلة رقم 4. يا عاشقي طموحك يا بنتو، يا عاشق قلبي من أعواده، يرحموني لو تكرر مكتول بنواصل وانا حسين الغاوي من المملكة العربية السعودية، محاسب لكن كمان لاعب كرة قدم. هي هواية هلا؟ هواية وصار عائق انها تكون احتراف. كان في هدف انه تصير احتراف ولكن صار معك حادثه، شو صار معك؟ كنت العب مباراه كانت في كاس ولي العهد السعودي، وتعرضت لاصابه في الرباط الصليبي
جات في الرباط الصليبي. شو حس حسين لما الاطباء قالوا له انه ما فينا نحترف لعب كره القدم؟ والله كان يعني أسوأ خبر يعني سمعت فيه، لانه كان منعطف في حياتي الرياضيه. بس هلا بعدك بتلعب؟ صار لي تقريبا سنة ونص من عملت العملية وبتأهل على أساس إني أرجع من جديد إن شاء الله بعد انتهاء البرنامج. ترجع تبلش شوي شوي، الأطباء قايلين لك إنه يمكن في احتمال إنه ترجع تبلش. لا أوكي أوريدي يعني متأهل، بس راح أرجع تقوية من جديد تقريبا مدة شهر كامل إن شاء الله وراح ألعب كورة. غير كرة قدم حسين شو عندك هوايات أنت؟ عندي السباحة. السباحة الإنترنت السفر. شو على الانترنت؟ كيف الانترنت فيها تكون هواية؟ عندي هواية فيه لأن أول شيء طبيعة شغلي البزنس، طبعاً أنا بشتغل أكاونتنج وبعمل ديلينج مع البنوك وفي نفس الوقت بشتغل بيرسونال بزنس. أوكي. أولادك أكيد عم يحضرونا. أكيد. خبرنا شوي عنهم، أساميهم، أعمارهم. طبعاً الكبيرة زهرة عمرها 7 سنين ونص. زهرة 7 سنين ونص. سنة ثانية في ابتدائي. علي 6 سنين ونص سنة أولى ابتدائي. لكن زهرة وعلي نحن بنعرف إنكم عم تحضرونا، عم تحضروا البابا حسين، وإن شاء الله بنهاية الحلقة بيرجع حسين على المملكة العربية السعودية مع هدايا كثيرة وخاصة 250,000 اللي أنتم رح تقدروا تتقاسموها مع حسين إذا عم تتصلوا فينا على الأرقام الموجودة على الشاشة أو عم تبعتوا حرف دي أو دال على الإس إم إس. حسين أول جولة بتعرف جولة 6 علم، من بعدها بيتصل فينا البنك رح يجرب يلعبنا بأعصابنا، نحن رح نضل أعصابنا باردة ونكفي للنهاية. جاهز؟ جاهز. جولة 6 علم بتبلش هلا مع علبة مين؟ سبعتعش إيمان. إيمان البداية عندك. إيمان دايما بتحس إنه 75,000 بقلبتها. إن شاء الله ما تطلع مبلغها. إن شاء الله مش اليوم. إن شاء الله. يا ريت ال 75,000. بسيطة. بسيطة بسيطة. حسين قليل الحلقات يلي بتبلش بال 250,000 نصيبك يكون من هالحلقات. احسن شيء اساس الصدمه تكون من البدايه ويخف الضغط. القلب الثاني شيماء ابن 8. شيماء اول مره ثاني قلبي معودين يا الاولى يا الثالثه يا اخر قلبي. تغيير اثنين. Good luck. بدنا نعطشك شوي سامر ونطلب منها لما نرجع على عمل الرأس. رقم 3 $300. رابع قلبي حسين دانا 1 دانا. مع اني زعلانة منك انك صليت قبله. نعم رابع القلب رقم 1 شو في بداخلها؟ 5000. صافي. بعد في قلب تاني. اثنعش دعاء. كفيتك. $50. واخر عندي حسين. خمسة مالك. مالك.
حبيبي. عشرة. اوكي بسيطة. حسين إذا بننسى إنه فتحنا 250 ألف ببداية هالحلقة فينا نعتبر إنه أول جولة كانت منيحة، فتحنا منيح مبالغ صغيرة، حتى الحمر 10,000 5,000 مقبول 125 عم نلعب على 125 ألف هلا، مبلغ كبير وفي حقق كثير أشياء. حبيبهم يعني اليوم ما قلت انه حبيبهم بس انه لاقيين لبعض لاول مرة من بداية ديلر نظيف في تناسق بملابسي. شكرا. $4,000 نوديل على السريع. ديلو نوديل حسين. نوديل اكيد نوديل. بعد في كل المبالغ بين ال 15,000 وال 125,000 دولار. نحن رح ننسى انه فتحنا ال 250,000، نعتبر انه اصلا الجائزة الكبرى هي 125,000 بس مو موجود خلاص. مش موجود. حسين جولة جديدة هلا، الجولة بتصير 3 علب رح تبلش، بدنا منك تختار أول علبة. 10 نبال. نبال. إذا مبلغ صغير بدل كرافات بتاعتك ميشيل. حتى لو كبير كرافات إليك خلاص. 75,000. $75,000 بعلبة نبال، منا بالعلبة رقم 4 علبة حسين. شوفي بعلبتك حسين. ما في احساس، مش حاسس. اكيد هذا حظ. حظ اكيد. شوفي داخل العلبة رقم 4، اكتبونا بعد هالوقفة مع الاعلام. الف حسين، نحن نسينا انه كان في 250,000 بما انه اول علبه فتحناها. فتحنا اول جوله، اول علبه بثاني جوله كانت علبه مين؟ علبه مين اخترنا؟ نبال، كان فيها 75,000. 75؟ ثاني علبه، علبه مين رح تكون؟ 16 لميس. لميس. مبلغ صغير يا لميس، لقينا دولار. ألف. بعد قلبي قبل اتصال البنك. أنا 13 بتشائم منه. بتشائم منه؟ بس راح ارتاح، مثل 250 يرفع لنا الضغط. راح تختاره. اختاره. اسماعيل. مع انه حسين بيتشائم من الرقم 13 قرر يختار هالرقم. حسين مش معقول. حسين كم مرة عم تحاول تصيب أو تشوت كرة قدم وما صبت الكرة؟ كثير بس كثير بسجل أهداف.
كثير بس كثير بيسجل اهداف. ليش السؤال؟ تبعي انا؟ $5,000. شكرا نوديل. ديل أور نوديل حسين؟ نوديل. نوديل على $5,000. كل شيء بعد ما أقول طول ما 125,000 وال $100,000 موجودين، اتصلوا فينا وتقاسموا هالمبالغ مع حسين، الارقام موجوده، بدنا منكم اتصال او حرف دي او دال على الاس ام اس. كمان جوله 3 قلب بتبلش هلا يا حسين، فتحنا 6 قلب حمر واربع قلب زرق. بدنا نغير هالشيء هلا. 14 جورج. جورج والعلبة رقم 14، بدنا منك $100 جورج. ان شاء الله. سنجاب. نهار انت حبيب قلبي يا حبيب رفع عليك. مين مع من قال يا حسين؟ هاني بدنا اياك تعزمنا على وليمة لحم مشوي الليلة. يا رب. ولهالسبب بدنا نهديك منقل. ان شاء الله خير. هذه القهوة عليك الليلة على مين؟ وليمة اللحم مشوي. مين معه المنقل؟ $18 كريم. كريم ان شاء الله دولار. ان شاء الله يا رب. بتحب الباربيكيو كريم؟ ان شاء الله خير يا حسن. $150. فيني خبركم كل شيء عم بيقول لي، بس ما في لان نحن على التلفزيون. في شيء مو حلو يعني؟ في شيء مو حلو؟ شيء؟ كثير شيء. بس حبك لك. بهنيك على الجولة. أنا بحب هذا البنك. بتحب البنك؟ إيه، لازم تتعامل مع البنوك. لازم يكون في حب متبادل بيني وبينهم اساس يكون الديل حلو. فيك تحب البنوك بس هذا البنك فيك تحبه كمان؟ اكيد بحبه حتى لو خسرت. بدي اسمعك شو بيقول يا حسين هلا تحت الهواء على البريك، خبرك كم شغله بيقولها وبعدين اسالك اذا فيك تحب هالبنك. $9,000 حسين. بينتظرني انا بينتظر الجواب. مشاهدين كمان ناطرين جواب. ديل اور نو ديل حسين؟ نو ديل. نو ديل.
حسين قلت لك على البريك الاعلاني رح خبرك بعض الاشياء اللي بيخبرنا اياها البنك. صار وقت البريك الاعلاني. حسين تصور المشاهد اذا بيشوفك مش رح يعرف او يحس قديش عم نلعب منيح. بعد في بس 4 علب زرق وبعد عنا 6 علب حمر. في 25,000 50,000 100,000 و125,000 لكن مش شايفين الحماس. انت انسان رايق ابدا. رايق في نفس الوقت من طبعي يعني كجنرال خجول كده قدام العالم يعني. بس الناس القريبين مني بيكون الوضع غير. كلنا قراب منك هلا، حتى المشاهدين قراب وحابين يشوفوك عم بتغادر مبسوط مع 125,000 دولار. ان شاء الله. حتى لو خسرت راح اكون مبسوط. ما راح نخسر. ان شاء الله. مين معه دولار؟ مين معه منقل؟ مين معه 100 دولار ومين معه 200 دولار؟ 21 زيت. هل المنقل معك يا زيد؟ دولار. بدنا نتخلص من خجل حسين الليلي. باقي 3 علب زرق. 20 فهد. فهد انا حاسس المنقل معك ان شاء الله، بس انا احس انها هي ثقيله شوي عليك. لا منقل. شو راح تعشينا الليله اذا المنقل هون؟ منقل فحم. بسم الله ان شاء الله صغيره تكون. ان شاء الله بسيطه. 25. صار احساسك عم بيصيب. صار ينحسب له حساب فهد. ال 125 موجودة وال 100 موجودة. صح. كل شيء بعد معقول. 22 جد. عشر بسيطة. بعد ما لقينا المنقل وما عرفنا مين عزمنا على العشاء الليلي. بتحب الاكل شو بدك؟ حاضر سمع. عم نلعب كثير منيح حسين. الحمد لله. بعد في 50,000 100,000 125,000 3 علب كبيرة فيها تغير لنا حياتنا. بالمقابل في 4 علب صغيرة 2005 200 دولار 100 دولار والمنقل وعبد البنك 14,000 دولار. نادر مجازف حسين. من طبيعتي في حياتي مجازف. انت هيك بالحياة وما بتفكر حتى بالقرارات الصعبة؟ لا قراري واحد على طول. بتحاش ومنقول الشيء اللي بتردد فيه ما اغلب الاحيان ما يكون عندي قرار فيه. ديل اور نو ديل حسين؟ نو ديل. نو ديل. بما انه هالجو 3 علب يا حسين وفي عنا 3 علب فوق ال 14,000 في احتمال كثير كبير نندم بنهايه هالجوله. ان شاء الله ما في ندم. صعب كثير نفتح 50,000 100,000 و125,000 بجوله واحده. هذا الشيء نحن ما بدنا اياه. ان شاء الله. بدنا نفتح المنقل ال 100 دولار وال 200 دولار لنغادر مع مبلغ كبير بالنهايه حتى يقدر المشاهد يتقاسم معك هالمبلغ اذا عم بيتصل فينا على الارقام او عم بيبعث حرف دي او دال على الاس ام اس.
كمان بدنا جولة على بزرق. سحر اثنين. سحر. كلنا. بدنا $200 سحر. كان بدنا انه هالجولة تكون كلها على بزرق، فتحنا ال 100,000 بقلبة سحر. موجود ال 125؟ مضبوط. بعطيه ال 125,000 دولار. من هلا ورايح ممنوع الغلط. ان شاء الله. رقم حظي ابن 11 صلاح. 11 رقم حظك؟ ليش 11؟ من مواليد نوفمبر، ورقم التيشيرت في النادي رقم 11. ان شاء الله باربيكيو وقلاقيل وكله. صلاح رقم الحظ بدنا بداخله منقل. باربيكيو وقلاقيل كمان. يلا. اوكي طيب. رقم الحظ 11، مواليد شهر 11، ورقم التيشيرت بكرة القدم. صلاح شو في داخل قلب رقم 11؟ في 50. هون مش البديل والنظير المشترك ما بيعرف اذا رقم الحظ يعني اختار الرقم او اترك الرقم للنهايه. حسين تفضل يختار رقم حظه. بعطي 50,000 دولار واخر علبه قبل اتصال البنك. 15 ليره. منع يا ليالي. ملل $100، $200، $2,500 و $50,000. شو معقول يكون عرض البنك؟ حسين طلبنا منك انه بهالجولة نزيح عن ال 100، 125,000 وال 50,000. فتحنا ال 125، فتحنا ال 100، باقي ال 50,000. العرض اكيد بده ينزل. اخر عرض من الباقي 14,000 دولار نزل منيح. 6,500 دولار. $6,500 ما راح تعني شيء قدامنا اي مجازفه. نادر نادر كنا قايلين لزهر او علي بده يرجع حسين مع هديه كبيره. رجعت لهم بالسلامه اهم شيء. حسين بكفي على الاخر على $50,000. دولار شو في داخل هالعلبه، العلبه رقم 4 الجواب بعد هالوقفه مع الاعلان. العلبة رقم 6 مع أحمد،
العلبة رقم 7 مع ريما، العلبة رقم 19 مع سميك حسين. هون ثلاث علب يلي فينا نختار منهم، الجولة يلي ناطرتنا علبتين، بعد في علبتين زرو. حسين 19 تختار سميك. المية والميتين ما في غير هالكلام. ان شاء الله رايي. ان شاء الله ان شاء الله يا حسين. توفيق حبيبي. ألفين وخمسة. هلا 50 موجود. المهم مش ال50 ألف، باقي ثلاث علب، واحدة منهم 50 ألف دولار، لكن بعد في 200 و100 دولار. أحمد 6. أحمد لقينا ال 100 دولار. أحمد كنت حاسس لما اختارك، شفت على وجهك، أنا كنت حاسس إنه مبلغ كبير صراحة. ليش عم بتصل فينا البنك؟ الو. بيسأل البنك إذا فهمنا هلا ليش سأل كم مرة جربت تصيب كرة وما صبتها. بعدك بتحبه؟ أكيد. ليش بكرهه؟ اللعب لعبة حد، وأنا اللي اخترت الصناديق، وأكبر مكسب إني مرتين جيت على لبنان باختياري في البرنامج. هذا مكسب كبير، تعرفت على سيزون 1، اغلب المشتركين، واغلب المشتركين في سيزون 2 الحمد لله بكل محبه معاهم. بين علبتك ريما ريتا فاهيتا والعلبه رقم 4 علبه حسين، اي علبه فيها 100 دولار اي علبه فيها 200 دولار مع شو رح يغادرنا حسير اليوم؟ ريما 200 دولار. حلوين 100 دولار. حلوين؟ $100. حلو. أكبر عرض إجينا 14,000 حسين. ندمان إنه ما توقفت على 14,000؟ لا مو ندمان، متعود يعني على ربح وخسارة. أنا بشتغل بسوق الأسهم في البزنس، بيجي أيام بربح على طول وبيجي أيام بخسر. واليوم سأبد؟ ما في خسارة، الصحة موجودة، محبة الناس موجودة، تعيش يومك خلاص هذا أهم شيء. حسين تحية أخيرة لزهرة وعلي ولزوجتك، في شيء بتحب تقول لهم إياه؟ أكيد هن ناطرينك. أكيد أنا مشتاق لهم يعني. إن شاء الله راجع لهم بالسلامة. زافة كبيرة لحسين. وزافة لهال 21 مشترك اللي رح نرجع نلاقيهم بحلقة الجاي، يمكن بالحلقة الجاي 250,000 كفوا كفوا فينا، وفي مشترك أكيد أو متصل رح يقدر يكتشف اسمه الليلة على الـ NBC ويتقسم $100 مع حسين. تصبحوا على ألف خير.